كوثر، تسانيم صغيرة على حكاية الحجاب دي. صغيرة؟ طب ده انت اتجوزتني وانا قدها يا ابو حافظ. كنت جميلة وطيبة. ودلوقتي ايه اللي حصل؟ ولا هو العين الفارغة ما يملهاش الا التراب؟ لا دلوقتي جميلة أكتر. جميلة أوي. بس للأسف مش طيبة. وانت اللي طيب يا رياض؟ ولا عمري. والحاج الشيخ فتح عارف كويس أوي إن عمري ما كنت طيب. رغم من كده كان مصر إنه يجوزك ليا. الله يرحمه ويجازيه. الله يجازيه على كل الخير اللي عمله. خليك أنت بس قدها واحفظ العهد، واعمل عشر اللي عمله واللي بيعمله غيره. دلوقتي غير زمان، غير الثمانينات والتسعينات. دلوقتي بعشر المجهود نعمل عشر أضعاف التأثير. علشان من غير قلب وضمير، كله بتمنه. وهو الحاج الشيخ فاتح كان بيعمل حاجة لله؟ طول ما في حد بيدي، في حد بيقبض. والحاج فتحي كان بيقبض زي اللي بيقبضوا.